السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. طبعا ده الحمام اللي هو مازال يعني كويس، الحمام التعبان احنا لسه ما شفناهوش، هنشوفه دلوقتي. لكن ما شاء الله يعني ايه العلاج الحمد لله جاب نتيجة مع الحمام اللي هو السليم. أما الحمام اللي هو التعبان مازال لسه بنعالجه، فاحنا هنشوف هنعمل ايه النهاردة مع بعض. طبعا الأدوية دي اللي كنا بنستخدمها في البداية ما زلنا بس بنستخدم لما يكون فرد مرووش ولا حاجة، اللي بنكمل معاه بسيفوتاكس اللي هو مع تناوش اللي بيظهر جديد، بنعطيه سيفوتاكس واحنا متابعين مع بعض الحالات كل يوم وبنلاحظ وبنشوف ايه الجديد اللي هو اللي عملناه قبل كده. لكن احنا بطلنا المضادات الحيوية التانية دي، بنستخدم بس دواء فردي مع الحالات اللي هي اللي في العزل بس، الحالات الشديدة بالسيفوتاكس بشرط ان ما يكونش اعتناه قبل كده يعني الجرعة بتاعته. طيب طبعا الحمام اللي مش بياكل بنأكله ازاي؟ هو موضوع فيديو النهاردة ازاي بتأكل الحمام اللي هو مش بيعرف ياكل لوحده، اللي هو جات له حالة الروشة زي كده، اللي صابه حالة الروشة. انا مجهز له خلطة اهو، اعمل له مخمر له شوية علف او الميكس بتاعنا اللي احنا بنستخدمه دايما. طبعا هو الحمام كان فقد كمية سوائل كتير، فانا هضيف عليه محلول معالجة الجفاف، كيس من ده هضيفه على الخلطة بتاعتنا. طلع منها كيس كده اهو ونضيفه على الخلطة، وهقول لك كمان هنضيف ايه. طبعا الحمام ده محتاج يتعوض الاسهال اللي هو كان بيعمله، خاصة لو في اسهال مائي يا جماعة ما تستناش. كيس محلول معالجة الجفاف زي ده هيوقف بسرعة الاسهال المائي، هيعوض الحمام ما يوصلش معاك لمرحلة التعب الشديد. لو لاحظت ان في اسهال مائي ما يضرش في حاجة في اي وقت، تلاحظ الحمام بيعمل مية الحقه بكيس من ده. دي مثلا على اللتر كيس زي ده كل يوم ولا حاجة، يبقى احنا عملنا ايه كيس على ده اللي هنأكل منه الحمام اللي مش بيعرف ياكل. في نفس الوقت هندي برضو للحمام السليم نحط له في المية هو يشرب. معايا كمان مضاد سموم انا كنت بستخدمه زمان اهو، ده مضاد للسموم والفطريات، كنت بضيفه على العلف. هنضيف منه حوالي مثلا معلقة صغيرة كده على خلطة التأكيل دي، تمام اهو، لان طبعا العلف اللي احنا بنستخدمه ده احتمال يكون فيه سموم، هي العملية مش ناقصة يعني، زائد الخميرة اللي بتعوض او بتنشط البكتيريا النافعة بعد المضادات الحيوية. انا كان معايا الكيس ده خميرة اهو للاستخدام البيطري، هنضيف برضو حوالي معلقة صغيرة على الكمية. بنحاول نعوض الحمام عن فترة التعب اللي هو تعبها، الخميرة ما بتخافش منها، ما فيش منها ضرر، الخميرة هتنشط البكتيريا النافعة. ومعايا كمان جروفيت بلس، عملنا لهم خلطة معتبرة، حط منها بس نقطة كده جروفيت بلس، تمام كده. حطينا شوية الخلطة بتاعتنا اللي هي بتاعت التأكيل، بنسيبهم طبعا انا سايبهم من حوالي ربع ساعة لما تخمرهم وهنقلبهم على بعض. بس قبل ما انسى اقول لك الاسبرين، الاسبرين اهو القرص وقع لوحده اهو، الاسبرين للفرد اللي جات له جلطة، هنقول استغرب جلطة يعني ايه، استغرب على الكلمة، الحمام بيجيله جلطات زي الانسان بالظبط، اللي تلاقي ما عادش مسيطر على اعصابه، هتلاقي رقبته اتلوحت، هتلاقيه واقف يترعش، ده الاسبرين علشان يعالج الحكاية دي. لو انت شايف الحالة كده مفاجئة، اول يوم اعطيه قرص، تاني يوم اعطيه نص قرص، تالت يوم اعطيه نص قرص، اديله كده بنفس الطريقة، اول يوم قرص، التاني نص قرص، التالت كمان نص قرص، واعطي للحمام لو قرصين تلاتة في لتر المية مفيش مشكلة، تدوبهم في لتر المية.
هتقولي كتير؟ لا هو مش كتير بالنسبة لانك انت بتعطي قرص ونص قرص للفرد الفرداني، يبقى مش كتير لو عطيت في اللتر 3 اقراص. طيب هنجيب فرد ونأكله بالغطا بتاعتنا السرنجة الكبيرة دي. لو هنفترض ان الفرد ده اللي هو اللي عنده الروشة اللي ما بيعرفش ياكل لوحده، هنضغطه كمية قليلة من الخلطة بتاعتنا بعد ما قلبناها اللي فيها الادوية. القصد من الموضوع ان انت علشان التعب هتحط الخلطة وتحط فوقها التأكيل يعني، وتضيف عليها الادوية اللي انت عايز تعملها عشان ما تتعبش يعني، لان الشغل بيبقى كتير، وتسحب وبسرنجة زي كده وتأكل زي ما كنا بنأكل الزغاليل بالظبط. هنسحب شوية ونأكل الحمام كله بالشكل ده، بالشكل ده هنأكل الحمامة ونأكل كل الحمام. يبقى كده الحمامة كلت وشربت الدواء في وقت واحد، أكلناها وسقناها الدواء في وقت واحد. هنأكل بقية الحمام بنفس الشكل، لكن تعالوا كده أطمنكم على الحمام الدواء جاب نتيجة معاه ولا ما جابش نتيجة، وناخد جولة مع الحمام. هنشوف كده بسم الله ما شاء الله فيه بدأ يبيض اهو، بسم الله ما شاء الله، وهنا ما شاء الله برضو بدأ يبيض الحمام. رغم ان هو تعبان يا جماعة الا عنده غريزة الانتاج. هنا ما شاء الله حطت بيضة اهيت. شوف تاني في زغاليل اهوت ما شاء الله. طبعا ده الحمام السليم يعني، تحته بيض اهو بسم الله ما شاء الله، مع زغلول ما شاء الله، معهم جوز زغليل. الحمام ده اللي هو في مكان لوحده اساسا، اللي انا ما بدخلوش، انا بحط له الاكل كده من بره، ولو دخلت بحط رجليه في الجير عشان ما نقلوش المرض. تعالوا نشوف بقى الحمام التعبان ده، جوز لحم شايفين فيهم فرد خف شويه، وما كانوا ثلاثة امبارح فيهم واحد مات، لكن ده في واحد يعني يعتبر بقى كويس اللي هو هنا على الشمال ده، لكن اللي على اليمين ده زي ما انتم شايفين. انا دلوقتي هاكله وادي له ايه اسبرين، نص قرص اسبرين كمان انا اعطيته امبارح. ده كمان بيديهم اسبرين وباكلهم. دول كمان لسه عندنا في العزل، ما زالوا محتاجين حد ياكلهم، فيهم اللي بيحاول ياكل وفي اللي لسه مش قادر ياكل. شوف ده برمنجنات البوتاسيوم. كل ما بزغط زغلولة، شوف الموضوع يعني عشان ايه ما ينقلش العدوى، كل ما بزغط حمامة اسف من الحمام التعبان، اغسل السرنجة كده عشان ما يتنقلش العدوى لاختها، وبغسل ايديا ورا كل حمامة وانا بشتغل من الحمام ده للحمام التاني، اغسل ايديا علشان ما نقلش العدوى للحمام السليم. الموضوع الحمد لله مبشر بالخير، ان شاء الله خير، يكون اتعلمنا من الدرس ونتخذ اجراءات تانية وقائية اكتر في المرحلة الجاية. نحاول نستخدم الامصال، لكن هنبحث عنها من مصدر موثوق. ده اللي كان بيخليني ان انا امنع الامصال واستخدم الادوية الوقائية العادية، لكن ان شاء الله في المرحلة الجاية هنحاول نجيب الامصال من الاماكن اللي هي الموثوقة. اطمنا لحد كبير على الحمام ومازال لسه بنعالج، وبرضو حتى الحمام اللي احنا شايفين ان هو كويس برضو مش 100%، لكن بنستمر معاه في الادوية. الادوية اللي هي تحسن بقى الصحة، اللي هي زي هنقول ايه الخميرة ومحلول معالجة الجفاف والاسبرين للي محتاج اسبرين، وبنرفع المناعة بالجروفيت بلس الفيتامين بتاعنا الشهير اللي هو جروفيت بلس
ارجو ما اكونش اطلت على حضراتكم كده. يكون خلصت موضوع الفيديو. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.